السلام عليكم شباب. قبل شهر تقريبا كنت لما أفتح الماي أشم ريحة، يعني ريحة كريهة شوية في الماي. فالريحة كل يوم وتزيد، كل يوم وتزيد. الأسبوع الماضي تقريبا يوم السبت كنت في دبي، قلت خلني أقرب أفتح بس الماي الساخن، يمكن ما في ريحة أو شيء. المهم فتحت ماء الساخن وإلا الريحة تزداد أكثر. بس لما أرجع للفريش ووتر الريحة تختفي. أخليه في النص الريحة شوية، لكن أخليه في على جهة السخان والحرارة الريحة تزيد. المهم استشرتكم أنتوا الشباب، ما قصرتوا. فالعملية اللي سويتها وش في لتنظيف الفريش ووتر والهيتر، هي عملية بسيطة. تجيب غرش التنوف لتر ونص، وتجيب هذا مبيض نص لتر، تفضي التنوف نص تقريبا، غرشة المي هذا تفضيها تقريبا 500 ملي، وتعبيها بهذه النوعية داخل الماي هذه. بعدين تاخذ ترق الغرشة هذه وتكبها في مكان الفريش ووتر. بعد ذلك مشي السيارة في منطقة تكون فيها اهتزاز أو طريق فيه اهتزاز لمدة ساعة، نص ساعة حسب ما تريد. أنا قربت حوالي ساعة تقريبا، ساعتين تقريبا. بعدين تفرغ الماي، تبدأ بويش بس تبطل ماي الهيتر فقط، ماي الحرار. أول ما تبطل بتشم ريحة العفنة أو الكريهة الأولية. بعد مرور تقريبا لما يتغير بتشم ريحة الكلور موجود في الماي. أول ما تشم ريحة الكلور موجود في الماي غير المكان، المكان فريش ووتر، علين تشم ريحة الكلور. اتبع الخطوات هنا وداخل الحمام والشطاف نفس الطريقة. استخدم الهوت ووتر، الماي الهيتر والماي فريش ووتر والشطاف، استخدم نفس الطريقة ليه ما تشم ريحة الكلور موجود في الماي. بعد ذلك خلي السيارة واقفة لمدة 6 ساعات، لا تفضي الماي، تخلي مدة ساعة، 6 ساعات، 12 ساعة. المهم انا خليت 6 ساعات. بعد 6 ساعات نفس الشيء، تعمل نفس الحركة، تفتح مرة ثانية تشم ريحة موجودة. لما تشم ريحة الموجودة فرغ الفريش ووتر بالكامل، طبعا تحت في هوز هناك في ولف، تفرغه كامل. في نفس الوقت خلي في جهة الماي السخان او الهيتر عليه ما يتفضى كل الماي، ما يبقى في المكان من الفريش ووتر ولا في الهيتر. بعد ذلك عبي وخلي بتشم. يوم الثاني ريحة الكلور خفت والريحة خلاص الكريهة راحت المرة. هذه العملية أنا أنصح الجميع أصحاب الموتر هوم والقلص على الأقل في السنة أن تجدد. وهذا الماي طبعا لا تستخدمه مع شرب، ليه ما تحس أن الماي خلاص ريحة الكلور ما في، طعم الكلور ما في. هذه الطريقة مثل ما قلت لكم سوي في السنة مرة. إذا أنت متعود تطلع أسبوعيا أو في الشهر مرتين فهالعملية يكفيك سنة. أما إذا أنت متعود تطلع مرة في الشهر أو مرة في شهرين، أنا أنصح مرتين في السنة، لأن ريحة الكريهة هذه تكون في مكان الهوت ووتر فقط. فأتمنى من الجميع حينما ينظف الفريش ووتر والمكان الهوت ووتر استخدم هالعملية، وعملية ناجحة ومو مكلفة. تكلفك تقريبا 200 بيسة هذه، وحوالي 300 وقول 500 بيس، يعني بالكثير 700 بيس لريال يكفيك تنظف بلا شقة ولا شيء. اللهم تضيف الماء تكلفة الماء الباقي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.